بودو تجمل مرحبا بكم. هذا الفيديو سامانتا نيفيا هي من ترافقنا. سامانتا نيفيا أرثاتية أمريكية زائدة حجم. بودو نفسها سفيرة العلامات التجارية جوة انستغرام ومدافعة عن أصحاب الوزن الزائد وقوة إعلامية عبر الإنترنت لا يستهان بها. نشأت الجميلة في هارليغا تكساس الولايات المتحدة. انضمت إلى الصناعة التوضيحية ذات الحجم الزائد لتحفيز السيدات. كل شيء على قدم المساواة. يشعرن بالثقة والراحة في بشرتهن وأجسادهن. نظرا لكونها نموذج لتصميم ضخم للحجم، فقد كانت الجميلة تؤمن باستمرار بالتغيير. لا يتعلق الأمر بالمقاس الذي ترتديه، بل يتعلق بكيفية ارتدائك لمقاسك. بدأت الجميلة مهنتها في عام 2016. قد عملت العديد من العلامات والمركز التجاري للأزياء العالمية. جميلة سفيرة العلامات التجارية فاشن نوفا كارلا. سامانتا تتلق في عرض أزياء مايكل كارس، تم تدميرها ما تفيد الحناءات في مجلة العالم. شكل جميلة خط ملابس للنساء ذي الحجم الزائد. انستغرام صفحات الجميلة تجذب أكثر من 26,000 متابع لحسابها الخاص. طول الحسناء في الطول 154 سنتيمتر وتزن 86 كيلوغرام. حجم صدرها 118 سنتيمتر. قياس خصرها 102 سنتيمتر. أما حجم الورك 137 سنتيمتر. لديها شعر بني جميل ولون العين بني كذلك. الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم وشكرا.